ننتقل برادار الأخبار إلى مصر التي استقبل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتحديد في قصر الاتحادية في القاهرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد وقع الجانبان المصري والسعودي 14 اتفاقية بقيمة 7 مليارات و700 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن في إطار جولته في المنطقة. ينضم إلينا من القاهرة محمد الزهار، ومن عمان نايف المشاقبة عفوا. أبدأ معك محمد الزهار، إذن 14 اتفاقية بين البلدين خلال هذه المباحثات التي جمعت السيسي بولي العهد السعودي، ما أهميتها؟ نعم، دعينا نقول أن الاتفاقات، هذه الاتفاقات التي أشرت إليها، كانت هي المحور البارز هذه المرة في المباحثات المصرية السعودية المتكررة كل عدة أشهر. ربما كان أو ربما البيان السعودي أو الصادر عن السفارة السعودية بالأمس أشار إلى مداومة الزيارات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقيادة السعودية الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هنا أيضا أشار البيان وأشارت التتابعات الإخبارية أن الجانب الاقتصادي يحتل مساحة كبيرة من اهتمامات القيادتين في المملكة العربية السعودية ومصر، على اعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول التي تحوي استثمارات سعودية، ومن هنا التوافق الاقتصادي هذا أو هذا الكم الكبير من الاقتصاديات أو من الاستثمارات السعودية في مصر ربما يعكس حجم التباين أو حجم عفوا التداخل والتوافق السياسي. ربما كانت هذه الاتفاقيات متعددة بحسب ما قيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور مجموعة من الوزراء السعوديون الذين كانوا بمشاركة الوزراء السعوديين الذين كانوا أو المشاركين في وفد الأمير محمد بن سلمان، أكدوا على أن كافة المجالات سوف تكون محلا للتوقيع أو محلا للتوافق بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدين خلال الفترة المقبلة. أيضا على نسق المباحثات الاقتصادية إن صح التعبير بعد توقيع كل هذه الاتفاقيات، هناك أيضا التنسيق السياسي الواضح بين البلدين فيما يتعلق بوجود شبه تطابق بين المواقف السياسية فيما يتعلق بالموضوعات الراهنة على كافة النطاقات المحلية الإقليمية والدولية. ننتقل إلى عمان مع نايف المشاقبة. نايف، عمان محطة مهمة أيضا لولي العهد السعودي، يلتقي خلالها بالأمير أو عفوا بالملك والعاهل الأردني، ما أهمية هذه الزيارة وما المتوقع منها نايف؟ بالفعل فضيلة، يعني هذه الزيارة ينظر لها الأردن باهتمام كبير. بعد حوالي ساعتين من الآن سيصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى هنا، إلى مطار الملكة علياء الدولي. سيكون الملك عبد الله الثاني في استقباله، ثم سينتقلان وفق المعلومات بموكب ملكي خاص إلى قصر الحسينية في العاصمة عمان، حيث سيتم إجراء مباحثات ثنائية وأيضا مباحثات موسعة. فضيلة، هذه الزيارة ينظر لها الأردن باهتمام كبير، خاصة لعمق العلاقات الاستراتيجية بين عمان والرياض من جهة، للدعم الكبير الذي تقدمه السعودية للأردن في المجالات الاقتصادية خاصة، وأيضا للرؤى المشتركة بين الطرفين. المراقبون هنا فضيلة يقولون أن التاريخ الأردني السعودي هو مشترك، وأن أيضا المصير السعودي الأردني أيضا هو مشترك. الزيارة سيتم مناقشتها من عدة نواحي، من النواحي الاقتصادية. السعودية هي مستثمر رئيس في الأردن، 13 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في الأردن، التبادل التجاري سنويا حوالي 5 مليارات دولار. أيضا هنالك أكثر من 600 ألف أردني يعملون في السعودية، وهذه تشكل نقطة مهمة في الجانب الاقتصادي من الزيارة. الجانب السياسي أيضا هنالك رؤى مشتركة حول العديد من القضايا في المنطقة. الأردن والسعودية كما الإمارات ومصر أيضا هي دول ركيزة لأمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي أيضا سيعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسعودية والأردن الشهر القادم
في مدينة جدة السعودية سيتم التطرق إلى هذه القضية. السعودية أيضا هي عامل للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والأردن يبذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه، وهنالك رؤى مشتركة بين الطرفين. سيتم مناقشة كثير من القضايا، خاصة ما يتعلق بالأزمات الدولية التي تلقي بظلالها على دول المنطقة، خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة، ما يتعلق بأزمة الغذاء، ما يتعلق بالتحديات التي تواجه كل من الأردن والسعودية والدول الأخرى الثانية في المنطقة. هذه الزيارة بالنسبة لعمان محطة مهمة جدا، لأنها تتطرق إلى القضايا والتحديات التي تشترك فيها السعودية والأردن. شكرا نايف المشقبة من عمان، وأشكر أيضا محمد الزهار في القاهرة.